هل وانا عارف انك هتجاوبني بشكل واضح وصريح، هل الكابتن حازم امام فعلا اعتذر عن الاشراف على منتخب مصر الاول الفتره القادمه؟ انا برضو عاوز يعني اتكلم في الحته دي برضو بسرعه. اتفضل براحتك. كابتن حازم امام يعني الفتره الماضيه تعرض لهجوم ضاري. أيوة. وانا قلتها قبل كده ان اختيار الكابتن حازم امام لفيكتوريا كان بناء على سيره ذاتيه اكثر من رائعه. صح. وكلنا كنا مستبشرين بالراجل خير. اتفق معك. واحنا كمجلس وافق على عرض السيره الذاتيه من خلال الكابتن حازم امام لفيكتوريا. فحازم امام العلاقه تضامنيه، مش هو لوحده اللي جاب فيكتوريا، لا انا قلتها، احنا كمجلس كلنا بنتحمل هذه المسؤوليه. كان نفسنا ان الراجل يكون في افضل صوره زي ما كنا متوقعين، وان هو يتقدم بالكره المصريه الى افضل حال. لكن حتى الان عمليه الاشراف على المنتخبات لم نتحدث فيها، والكابتن حازم امام ما اتكلمش بها اطلاقا. كابتن حازم امام رحب جدا جدا بوجود الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، واتكلم وقال الاثنين من رموز وعصيرهم في الملعب، وابدعوا كلنا فاكرين في 98 مع الكابتن جواري، كان دايما حازم كابتن حازم وكابتن حسام الاثنين مصدر سعاده في خط الهجوم زي ما كلنا فاكرين. فيعني ان شاء الله باذن الله العلاقه تدوم ما بينهم، ويكون الاثنين يشتغلوا لصالح الكره المصريه خلال الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله.